إذا طلعت من هالشباك حموت؟ كنت عم فكر إذا طلعت حموت أو حعيش. قبل ما تكملوا اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب، وما تنسوا شغلوا الجرس. شو صار؟ الله يسامح الواحد. شو بيقول شو بيقولوا بالضبط الحين؟ ليش فتحت الشباك؟ بوقتها ما بعرف، بس كنت عم بتقول يا رب سامحني. يعني فتحت الشباك كرمال تفك خنقة وتاخد نفس، وليش عم تقول يا رب سامحني؟ كنت عم تتشهد. استغفرت رب العالمين وتشهدت. ليش؟ عشان الله يسامح على اللي عملته وعلى اللي صار، يعني على اثنين، يعني على اللي صار بالباك جراوند بحياتي كلها وعلى اللي كنت ناوي اعمله اللي هو صار. صديقك لما انت قلت هيك كلام وتشهدت، صديقك كيف تلقى هالكلام؟ كيف فهم شخص طلع بوضع نفسي دقيق؟ ما معود يشوفني هيك، ما معود يشوفني بهالحاله. بس ليش ما تلقف اللي انت عم بتقوله؟ لانه انا ما بعني له بزنس، كان بس انا ما بعني له كشخص اكثر من هيك. يعني بتتذكر هاللحظات بشو كنت عم بتفكر؟ بهالبني ادم، بهالشخص اللي كان بحياتي، غير هيك ما كنت عم فكر بشيء. وعم فكر انه كيف بدها تكون النهايه اذا طلعت من الشباك او لا. يعني كنت عم فكر، كنت عم بتزين الامور؟ لا، بس كنت عم فكر اذا طلعت من هالشباك حموت. كنت عم فكر اذا طلعت حموت او حعيش. عم بس انا كنت بس طلعت اول مره اجت هالفكره، كنت عم اقرب على الشباك، عم بتطلع على العلو، شفت انه كثير عالي، مبنى عالي، قلت خلص هيدا مجرد انت منزل منه انت ما حتعيش، بس توقع. فكرت؟ خفت؟ لا. ترددت؟ ابدا. شو اللي بيسيطر بهاللحظات؟ اي افكار بتسيطر بتكون افكار السوداء، اقوى من الخوف، اقوى من الايمان؟ لانه عم بحكي عن الايمان، لانه انت كنت يعني اكيد بلحظات. هذا هو اكثر شيء عليه علامات استفهام. اللي هو قلت؟ لما قربت فكرت؟ رجعت؟ ليش رجعت؟ لا، أول مرة كنت عن جد مخنوق، فتحت الشباك هيك مثل ما بفتحه كل مرة ورجعت قربت، بس قررت إني ما فكرت، لما قررت إني أطلع من الشباك ما فكرت غير بولا شيء غير باللي بدي أعمله اللي هو صار، غير هيك ما فكرت بشيء. بنكفي الفيديو أو بنوقف؟ لا، ما عندي أي مشكلة. طيب لحظات قاسية. أوكي. انه خلص سودت الدنيا، حسيت انه ما في شيء بيعني لي. اوريدي انا عندي اياه هذا الاحساس، بس بوقتها كان الاحساس قوي كثير انه ما في شيء، خلص خلص كل شيء ثاني ما بقعد بفكر فيه الانسان. انا بوقتها قلت خلصت الحكايه وانا كان بدي انهيها بايدي، وعملتها مثل ما وعدت وفات. انا مثل ما وعدت وفات. انا قلت بيوم من الايام لهذا الشخص هذا الشيء، وكل شيء موجود بيني وبينه، قلت انه الحكايه حتخلص هيك، بس ما خلصت مثل ما وعدت. انا وعدت ووفيت، غيري وعد وما وفى. يعني انحكى بس اكثر من هيك ما هو. انا وعدت ووفيت، حتى لو كنت واعد بشيء غلط انا وعدت ووفيت، ما تراجعت عن قراري. باي لحظات شو بتتذكر من هالسقوط؟ الثواني انت وعم تنزل شو بتتذكر فيهم؟ بتتذكر شيء؟ غبت عن الوعي ايمتى؟ لحظه الارتطام على الارض ايمتى؟ شو بتتذكر بهالثواني المعدوده انت وعم تقشط؟ مجرد ما طلعت من الشباك تبع المكتب ما كان في ولا ذكرى
ولا وعي، غبت عن الوعي مجرد ما طلعت من الشباك، ما كان في وعي لحد ما فقت، ما في شيء، ما كان في ولا احساس حتى. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك استاذ مالك. يعني معجزه شخص يوقع من الطابق السابع وبعد شهر يكون قدامي هيك. انا بعد شهر نزلت على، كنت بالويل تشير بس كله كان منيح، يعني حالتي الصحيه كانت منيح. شو كانت الاضرار الجسديه؟ انكسر حوضي، وانا عندي هون عمليه بعد، فخذي انكسر وحوضي وفخذي بس، وضربي براسي بس، ما في شيء يعني، بس غير هيك ما في شيء. اكيد يعني قدره الهيه لعبت دور اساسي. اكيد. الاطباء كيف فسروا ضليتك على قيد الحياه؟ يعني كيف فسروا شخص بيوقع من الطابق السابع؟ قالوا معجزه. اسطنبول كلها قالت هذا الشيء. كل الصحف التركيه قالت انه هذا الشيء معجزه. وهيك سموني فوق باسطنبول. شو سموك؟ المعجزه. قلت لي اضرار جسديه كبيره، الاضرار النفسيه اكبر. بكثير. من اي ناحيه؟ من ناحية هذه العلاقة، ومن ناحية كثير أشياء من العيال ومن البيئة تبعيتي، كانت أكيد النفسية أكبر من الجسدية. الحمد لله رب العالمين أنا بحالي جيدة، بس نفسياً لا. اليوم بلحظات بتفكر بتقول بينك وبين حالك بتقول يا ريتها زبطت؟ بمطارح من المطارح، لأنه أنا بوقتها لما كان بدي أنهي حياتي ما كنت بتوقع أني حعيش، ولكن بتوقع 1% أني كنت حعيش ما كنت نطط. عذرا محمد بدي اسالك سؤال، ولكن ليش سؤال، ليش ما اخترت طريقه ثانيه ممكن تكون؟ لقيت الحل السريع بالنسبه لي، هو بوقتها لقيت الحل السريع، ولو كان في حد بيفهمني كمان. انا كنت شخص كله بيئتي كبيره، بس ما في حدا ديب علاقه معه. لو كان في حدا بيفهمني يمكن كان كمان ما وصلت لهالمطرح. كيف وصل للخبر؟ للشخص اللي كانت علاقة معه وصل له الخبر عن طريق الفيديوهات. اتصلت فيك؟ بعد الحادثة؟ كثير. اتصلت وكثير. لتقول شو؟ لتبرر الكذب اللي كذبته على عائلتي وتعتذر. لتعتذر من شو؟ لترجع على العلاقة؟ قالت كلمة لحدا معي سكرين شوت تبعيتها، هذه ما هي قالت لي اياها، قالت لك إذا مات أنا ما حسامح حالي. كيف فهمت أنت؟ أنا فهمت إنه كذب. أنا فهمت إنه في كذبة كبيرة أنا كنت عايش فيه. كيف تحررت من هالعلاقة؟ كيف؟ أول شيء المجتمع تبعي كله تغير ورجعت على بلدي. بس المسافات أوقات ما بتلغي الحب. أول فترة تضايقت كثير، بس قلت وبعدين عم عذب حالي، ما حدا عم يتعذب. قلت لحالي محمد أنت عم تعذب حالك، ما في حدا عم يتعذب غيرك. قلت لي عذاب، رجعت فكرت إنك تعيد نفس ال لا. ليش؟ شو اللي غيرتك التجربة بالرغم من إنه كنت بعدك مضغوط؟ لأنه ما في شيء بيستاهل إنه الإنسان يعمل هيك كرمال. لأروع القصص، اشتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.